السلام عليكم. كنافة سادة وكنافة بالقشطة وكنافة بالمانجا اللي أنا بحبها قوي. أنواع كتير في رمضان بقى جلاش وقطايف وكل الحاجات الحلوة اللي بتظهر هي موجودة طول السنة بس بكميات صغيرة. بس القطايف والحاجات التانية اللي ما بنسمعش عنها غير في رمضان بس بيجي علينا وقت بنبقى نفسنا ده شهر هو شهر في السنة. طب ناكل ولا مناكلش؟ طيب الناس اللي ماشية على نظام بره رمضان بيقعدوا أسبوع وبعد كده يبقى عندهم يوم يبوظوا فيه اللي هو بيفتحوا يأكلوا كل حاجة هم عايزينها. طب نقدر في رمضان كل يوم نفتح او كل يوم ناخد لو حتى حاجة صغيرة حلوة؟ ما عنديش اي مشكلة، يعني انا شخصيا بعمل كده. انا ممكن كل يوم اخد مثلا ايه واحدة طايف او اتنين، مش لازم احرم نفسي بس ما كترش منها. برضو كنافة، انا باكل كل يوم كنافة على فكرة، كل يوم باكل كنافة بس باكل كمية صغيرة. يعني انا عندي كده يعني طقوس، لازم بعد الفطار ما بفطرش كتير بس لازم بعد الفطار على طول اخد كوباية شاي بلبن، اكني في العادي في اليوم العادي بس لازم اخد كوباية شاي بلبن. هي دي المزاج بتاعي زي القهوة والشاي، باخد كوباية شاي بلبن مع حتة كنافة صغيرة. دقت الكنافة واتبسطت بالحتة الصغيرة دي، اقنعت نفسي، بسطت نفسي بالحتة الصغيرة دي بس ما حرمتش نفسي وما دخلتش كلت كتير، يعني ما سبتش نفسي اللي انا اكل منها كتير. انا يا دوبك خدت حته صغيره اتبسطت وممكن اعمل كده يوم بعد يوم، ممكن اعمل كده كل يوم بس كميه صغيره جدا، ولو طيب واحده او اتنين. اللي ممكن يبقى فيها مشكله كبيره او تبقى تقيله جدا هي البسبوسه، البسبوسه والمكسرات دي ممكن تبقى تقيله لانها بيبقى فيها كميه سكر كبيره قوي. طيب لو احنا عايزين مثلا نعمل مثلا ناكل قطايف وناكل كنافه ونعمل الكلام ده كله، لو مش هنجيبها من بره يعني والبيت او هنعملها في البيت، لازم نطلب من ماما او اللي بيعمل الاكل في البيت ان هو يخلي السكر قليل جدا 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 سواء في القطايف او في الكنافه، وكلوا الكميه اللي احنا قلنا عليها واتبسطوا. ده شهر في السنه، كل سنه وانتم طيبين.